عاشق الكرة ومعشوق الجماهير، المهاجم الخطير الذي حير الخصوم وأتعب المدافعين وأرهق حراس المرمى وأزعج شباكهم بمئات الأهداف البارعة والملعوبة، إنه صانع السعادة بيبو أو محمود الخطيب. الخطيب طبعا ليه شعبية كبيرة، الناس بتحبه لأنه عمل تاريخ الحقيقة. الخطيب منذ نعومة أظافره ومولده بقرية قرقيرة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وحتى انتقاله مع أسرته للعيش في القاهرة، وبدأت قصة عشق الأسطورة الخطيب للساحرة المستديرة التي لعبها في الشارع مع أصحابه في الصغر، ولعبها في جميع مراحل تعليمه ودور المدارس، حتى لو عاندته واضطرته لدفع ضريبة الإصابات، لكن العاشق الكروي صار في طريق حلمه حتى نال ما طلب. في سن 16 عاما اختار الخطيب اللعب للنادي الأهلي وفانيلته الحمراء التي عشقها بكل جوارحه. تدرب داخل جدرانه لمدة عام حتى انتقل رسميا إليه قادما من نادي النصر ليلعب أول مباراة رسمية له أمام فريقه السابق مع فريق ناشئ الأهلي آنذاك. توالت بعدها المباريات ليكشف بيبو عن عنقود مهاراته ويحرز أهدافا حاسمة طارة وبارعة طارة أخرى ويحقق شعبية طاغية استمرت حتى بعد اعتزاله بأكثر من 30 عاما. لعب بيبو طوال حياته الكروية ما يقارب 300 مباراة بقميصه المفضل رقم 10 في النادي الأهلي ومنتخب مصر، أحرز خلالها 550 هدفا في الدوري المحلي وقطاعات الناشئين والبطولات الإفريقية، ونال أحسن لاعب في إفريقيا والكرة الذهبية عن طريق مجلة فرانس فوتبول عام 1983، وحقق 5 بطولات إفريقية و15 بطولة محلية مع الأهلي، وكان هدافا لمنتخب مصر من عام 1975 وحتى عام 1986، كما أحرز معه بطولة كأس الأمم الإفريقية لنفس العام. وبعد صولاته وجولاته في الملاعب المصرية والإفريقية يجتمع أكثر من 120 ألف متفرج ليملؤوا استاد القاهرة ويودعوا معشوقهم بيب. أشكرهم جميعا، ألف شكر، ألف شكر. هي قصة حب من نوع خاص جمعت بين بيبو والكرة والجماهير، تبادل فيها الجميع آهات الإعجاب وكبرياء الانتصار وقيمة الأخلاق، ليظل محمود الخطيب أسطورة كروية قلما تتكرر. طارق أحمد، هنا العاصمة.